السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هادينا مهديين. إله نقدك قوهن صن ذاتكنا هنونية. تمام ذاتك سومالي برنامج كفاعة كدقي سر راديو بورمي CKMS 102.7 FM كان داواني سومالي كنديان تي في برنامج كفاعة ولا ليو سوق لنا. لبا موضوع ومتك ورؤيهي وحل عق وقد يقي دوفانتي كود علي قبل كأوضل دولة دي فدرال كصوماليا او ملحوينها كأها فرباجو وحكا لوورا ليال دود غوغوسا وكسابسا ورباهينتا يوراركا قبتي وسارة دول فافينتا دولة دي فدرال كصوماليا حتى كوبلو نو وحد عيد وفان آدو حن وكود علي قبل كأوضل ايه قول مدوحة كقادي لعق هل مدينة وهي ترتدي دولة دي فدرة كصوماليا وهي كعاويني سي يباتوين كسوغاري وحياليه العقاها لغو قبطي واحا كمده العق دان بقول يكون تنكونو العق الدولار كاوحا لغن قريي قلب قلب كان والله با مد واحا ليلا شوال من دا واحا ليلا بلدوسن وودوين كايو وحيالا فربادان لغو قبطو إلا إميكا بلدوسن كا أواي هايسي هاي أدى أسردا إيو دوينكا وحي كشاقيني سا قبل كا أوضل مقالة باكي إيو بورمي وطدا أولا حيسا وحكالو يدنو كمقان شوال أوي لا إميكا داو هايستا هاي أدى آفوينك فيصل علي شيخ قلب كاس أو قبل كا أوضل وليهي وحاية هاي أداس أفوينك وحنو مدى وشيغينا وحاكاد حاية دادكو وحو قف شخصي كتر كيف لما هدي قبل لوغو تلقى لي ويلوغو عليا قبل كي سيوح لوغو قفتو وحنو لانا هاي أرينتا هاي أدا هاي قسيسو يدادك شعب كيني أغادان إنو هايو فيصل علي شيخ وماريكا هاي أدا أفوينك نلو باهاي هاينا قبل كي أوضل ولوغا بهايين كعانتا لوغا ليو ولوغو عليو وما دا برنامج كان لغاية سنيس وحوالا ليال شر أما أنوغو يرد نو دود غو غو سقاطي وسار دو ورفافين تدور دا فدرالك سوماليا يغو كو الرمي ورباهين تا يورارك هذالا دي ايكو هرلين وحاكمي دها وسير كي هوري اي ارماه دي بدا أهانا أغاسيمي BBC دا يوسف قرات عايدا يقبيالتا إنا لو بهنين هذا الذي كلاك صوبحي وحكمي دها عبد الرحمن عبد الشكور إن مير يفي عن لو بهنية هذا الذي أكاها اللي وحكمي دها فوق عدادي BBC دا إما كان حل دبانا معلمو ما فيهم وحا صوت ديارسي وسارة ورفافينتا وحا وسير كحيانكا وقتي هوري وسير كحيانكا وسارة ورفافينتا وقتي فرما جاها وحن ربا أمد برنامج كان دقي سنس انتا سودان مركي اي هاد ليين وحاي كان ليين سوشال ميديا وحاي كان ليين ديباتوينكا اي كوها يسو ميديا ها وحا سأوباهان ان اي داتكو اغادان ايهو مساحبا حيث أغا قيب قلن وايين برنامج كا يغو ديار سدين إذا عداها أمتي فييدا بحالي غير مقالة مقدشة قيب قا حول قلاح يغو إلالينا يا صحافة شروع ليدا يغو هادلا يا واحد نمقلين يوسف قراد وكا هادلا يا قبيالد إيو عاي تبودا دي لقوري جري لغو دعوين جري بي بيس دا وحا سكرتاري كايد كاثي ناقل إيدا أنو وحنها CHUO producer بانكاها وقتها وحد انتي صاحبكي ويسلك شقين جلو وشقك أبلي قريبي بيزيدا أو أنديلي تعودا بذن باكو سعون جلي يوسف قرات معلمو بي بيزيدا واتكا لغيسان كتستير مركو هالليي حتى ما فيو كهالليي وحياليو كهالليي نميما أبدنا ومد مستمع أوباني إلا غاي إلاليو عبد الرحمن عبد الشكور ترنتو يقولو كورمي أنا وريسي ويديي ويقديري إلهي وحليه هاي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون وحيفعنا مياد دكي فريسان نفتينينا مياد لوبيسان وساردو ورفافنتو يدو نوغين مدحوينيه الدالك وحيا كوسا ميسي إميكا إناي كهرلان وي ومدد تسان إناي ساحيهين oo ay rabaan inay correction la yimaadaan waa wax wanaagsan laakiin maxaa ka dhaba waxa rabnaa umada barnaamijkan dhageysanaysa in hadii saxaafada la rabo in cadaalad loo sameeyo saxaafada maxalliga ee private ka inta ku leeyihiin in laga qayb galiyo yahay doodaasi laakiin waxa loogu talagalay shacabka dadweynaha in lagu jahawareeriyo oo looga dhigo wararka iyagu sheegayaan inay dhabtahay dadka kalena beenaalayaal yihiin waana waxyaalo xaqiiqda ka fog oo u baahanahay bulshada Soomaaliyeed inay ogaato halka barnaamijkan aad ka daawanaysaan waa Somali Career TV assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat allahumma ij'al hadina mahdiyin ilaahu naga dhig kuwa hanuunsan dadkana hanuuniya tamaan dadka Soomaaliya barnaamijka gufaaco ka dhageysan radio forum CKMS 102.7 FM kana daawanaya Somali Canadian TV barnaamijka gufaaco walaal iyo wax ku soo qaadanayna laba mowduuc oo mid ka hore u yahay waxa lacag ugu deeqay doofaanti ku dhacday gobolka Awdal dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha ka ahaa Farbaajo waxa kale walaalayaal dood googosa oo ku saabsan warbaahinta iyo wararka qabtay wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya hadda ku bilowno waxa dhacay doofaan aad u xun oo ku dhacday gobolka Awdal ayaa gurmad waxa ka gaadhay lacag 1 milyan oo ay dirtay dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku caawinaysay dhibaatooyinka soo gaaray waxyaalihii lacagaha lagu qabtay waxa ka mid ah lacag dhan boqol iyo konton kun oo lacagta doolarka waxa laga geliyey qalab qalabkan oo laba mid waxa la yidhaa shawaal midna waxa la yidhaa bildowsan waa wadooyinka iyo waxyaalo fara badan lagu qabto ilaa iminka bildowsanka oo ay haysay hay-adda asarda ee wadooyinka waxay ka shaqeynaysaa gobolka Awdal magaalada Baki iyo Boorame wadada u dhaxaysa waxa kaloo iyaduna ka maqan shawaal oo ilaa imikada uu haystaa hay-adda aafooyinka Faisal Cali Sheekh qalabkaas oo gobolka Awdal u leeyahay waxa haya hay-addaas aafooyinka waxaan ummadda u sheegaynaa waxa ka dhaxeeya dadku waxu qof shakhsiya ku tarfki falama haddii gobol loogu talagalay way lagu celiyaa gobolkii si wax loogu qabto waxaanu leenahay arinta hay-adaha ay qusayso iyo dadka shacabka inay ogaadaan inuu hayo Faisal Cali Sheekh oo maareeya ka ah hay-adda aafooyinka loo baahan yahayna gobolkii Awdal oo looga baahan yahay gacanta loo galiyo oo lagu celiyo ummada barnaamijkan dhageysanaysa waxa walaalayaal shir ama anugu yeedno dood googoos qabtay wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ka waramaya warbaahinta iyo wararka hadalladii ay ku hadleen waxa ka mid ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ahaana agaasime BBC-da Yusuf Garat ayda yaqabyaalada inaan loo baahnayn hadalladii kale ka soo baxay waxa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur in media fiican loo baahan yahay hadalladii uu ka hadlay waxa ka mid ahaa rugcadaadii BBC-da oo imankana xildhibaana macallimow maafiyo waxa soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta waxa wasiir ku-xigeenka waqtigii hore wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta waqtigii farmaajo ahaa waxaan rabaa ummadda barnaamijkan dhageysanaysa intaasoo dhan markii ay hadlayeen waxay ka hadliyeen social media waxay ka hadliyeen dhibaatooyinka ay ku hayso miidiyaha waxaase u baahan inay dadku ogaadaan iyagu masaxba maxayse uga qayb galin waayeen barnaamijka iyagu diyaarsadeen
idaacadaha ama tv-yada maxalliga ee magaalada muqdisho qayb ka hawlgala iyagoo ilaalinaya saxaafadda shuruucdeeda iyagoo hadlaya waxaynu maqlaynay yuusuf garaad oo ka hadlaya qabyaalad iyo ay riboonadii la qori jiray lagu dacweyn jiray b b c-da waxaa sekretari ka ahayd kathy naag la yidhaah anigu waxaan ahaa c h u o producer baan ka ahaa waqtiga waxaa dhintay saaxiibkay oo isla ka shaqeyn jiray oo shaqo ka abaligareeyay b b c-da oo aan diiday dacwado badan baa ku socon jiray yuusuf garaad macalimow b b c-da waad ka dhegeysan jirteen markuu hadlayay hadda maafiyuu ka hadlaya waxyaalihiu ka hadlayay namimo u badnaa oo ummadda mujtamaca u baahnayd in laga ilaaliyo cabdiraxmaan cabdishakuur toronto igu la kulmay anaa wareysi weydiiyey uu iga diiday ilaahay wuxuu leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusukum wa antum tatluuna alkitaab afalaa taaqiluun wixii fiicnaa miyaad dadkii faraysaan naftiiniina miyaad loobaysaan wasaaradda warfaafintu iyadoon ogeyn madaxweynihii dalka wixii ay ku samaysay iminka inay ka hadlaan oo ay ummadda tusaan inay sax yihiin oo ay rabaan inay correction la yimaadaan waa wax wanaagsan laakiin maxaa ka dhab ah waxaan rabnaa ummadda barnaamijkan dhegaysanaysa in haddii saxaafadda la rabo in cadaalad loo sameeyo saxaafadda maxalliga ee private-ka ay dadku leeyihiin in laga qaybgeliyay ahayd dooddaasi laakiin waxaa loogu talagalay shacabka dadweynaha in lagu jahawareeriyo oo looga dhigo wararka iyagu sheegayaan inay dhab tahay dadka kalena beenaalayaal yihiin waana waxyaala xaqiiqda ka fog oon u baahannahay bulshada soomaaliyeed inay ogaato halka barnaamijkan aad ka daawanaysaan waa somali canadian tv